بقي معنا مبطلات الصلاة. قبل أن ندخل في مبطلات الصلاة، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: حركة محرمة، وحركة مكروه، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، إن لم تتحرك كانت صلاتك باطلة. الشيخ وهو يصلي، رأى وإذا على غترته إيش؟ نجاسة، وجب أن يخلع الغترة، هذه حركة واجبة. الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، إذا تحرك كانت الصلاة أكمل وأكثر في الأجر. يقول مثلا سد الفرج، مثلا إخواننا المثال ممكن يكون خطأ، ممكن، المهم إحنا نقول لك مثال على كل أمر من الأمور هذه. الثالث حركة مباحة جائزة، جاءت ذبابة على أنفه فقال بها هكذا، يصح، حركة يسيرة لحاجة، الحركة المكروهة هي الحركة اليسيرة لكن لغير حاجة، حركة يسيرة يلتفت التفات يسير، مفهوم؟ نعم. الحركة المحرمة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة كثيرة متوالية متتابعة عرفا، تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك ولغير حاجة. يعني مثلا هو يصلي يفتح الجوال يدق الرقم ويبدأ يشوف، سبحان الله، يقول من يتصل علي ويرد على الرسائل، أنت تنظر إليه تظنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك في صلاته. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، رفع البصر للسماء، التفات الكثير عن القبلة، يلتفت هذا الجانب أو هذا الجانب، وهذه هي القبلة مثلا، مفهوم الشيخ؟ نعم. طيب نرجع الآن إلى مبطلات الصلاة. الأول الكلام العمد مع العلم والذكر، يتكلم متعمدا عالما ذاكرا تحريم الكلام في الصلاة، خرج بهذا ما لو تكلم جاهلا أو ناسيا أو تكلم لمصلحة الصلاة. جاهل، ناسي، تكلم لمصلحة الصلاة، الصلاة صحيحة، مفهوم، لكن لا يزيد في الكلام. نعم. الثاني الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. الثالث الأكل. الرابع الشرب. الخامس الضحك. الالتفات الكثير عن القبلة. انكشاف العورة، انكشف العورة بأين يكون؟ قلنا في الغالب في من يركع ويسجد في البنطال. الثامن انتقاض الطهارة. إخواننا وما أنت بأول سائر غره قمر، كل الناس يخرج منهم ريح، صح أو لا؟ يخرج منك ريح، قدم الخوف من الله على الخوف من كل أحد، اخرج يا أخي، ضع شماغك على أنفك مثلا واخرج، صح؟ أما تكمل الصلاة وقد خرج منك ريح، لكن يقين قال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني بطنك تقرقر تقول لها إيش؟ قرقري أو لا تقرقري، ما تترك الصلاة، تشعر بشيء، شك، لا تخرج للشك، لا تخرج إلا لليقين 100%. تمام. موجبات الاغتسال ذكرنا، والوضوء والاغتسال، خلاص إيش بقي؟